سلام البنات، اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال. بديت لكم الفلوغ بالسبت في العشيه، نهايه اسبوع موفقه للجميع ان شاء الله. كنتمنى ترتاحوا انتم ووليداتكم مع كويس القهوه. اكيد البنات راحه صراحه الويكند في العشيه، كنبغوا نرتاحوا فيه حقيقه. شتي انا نفضل نبقى غير في الدار صراحه، كنخرج غير على قبل الوليدات، كيبقى شويه يبدلوا الروتين ديال الاسبوع كامل. وان شاء الله خديت هما البنات منشئين كيف ما كتشوفوا، شوفي شحال زوينين، واحد لاكاليتي فيهم خطيره يا البنات، زعما حقيقه بارابور الثمن ديالهم راه زوينين زوينين بزاف. وكذلك هاد لي بلاطو هادو العود حتى هما خديتهم منشئين، هانتوما كيف ما كتشوفوا. هاد لي طاس، عرفتي هاد لي طاس كيشدو السخونيه زعما ديال القهوه، كتبقى زعما مده طويله وهما سخانين. هانت فيهم هاد الاحجام مختلفه، كاين هاد لي فورشات، كاينين هاد المعلقه، تشوفي كيفاش دايرين زعما. دابا اختي جي نقادو بليصتنا ونديرو شي فيلم نتفرجو فيه ونتكونسونطراو، خصي بحال الوليدات ناعسين. اختي الراحة، ما كاين لا صداع لا والو. ايوا عرفتو داك اللي كيحسد راسو هي انا، يلاه قلت غادي نجلس نتفرج وما يفيقوا ليا لي زونفون. زعما اشنو ما نتفرجوش معاكم حنايا؟ ما تخلونيش نتفرج زياد، نتفرج ولا لا؟ ويلا بصحتكم، يلا خذي ياقوت هاك حليب هاك نحلكم هذا، نحلكم كلاتي. ايوا ندوزو نخدمو شويه نشوفو يا اختي لي كوموند اللي عندنا شنو فيهم، واش طيقتو من نيتكم؟ واش اللي عنده الوليدات الصغار غادي يجلس يرتاح ويشرب قهيوه ويتفرج فيلم؟ اودي خلينا ساكتين. كل زياد بصحة حبيبي، بصحتو مامي، بصحة. ايوا ندوزو كي قلت لكم نخدمو شويه. كاين الصراحه دايما تخفنينا البنات، هانتوما شوفي كي دار ليا بلا شفتي كيفاش شوفوا ليا لي مونطخ زالين صراحه بشيئين. ماما هادي هادي ديالك. هادي انا، شفتو لي مونطخ؟ شوفوا هادي خطيره صراحه. عرفتي كاينين دايموند خفنين في شيئين، زعما ما ترددوش انكم ديروا لا كوموند، والله عن تجربه. مهم نشوف دابا لي كوموند. ما عقلت كاع بعد السيده شنو كانت وصيفطه ليا. شوف شنو داروا ليا البورطاب. شوفوا هادي كدير 8.75 اورو، اذا ضربتوها في 11 وزدتو عليها 5 دراهم تعرفوا الثمن ديالها شحال. مهم اجوتيها في الباني. شوفوا له زاطخ، حتى هاد الشكل زوين جبتو لواحد البنت. خلاص بزاف تشكيلات صراحه جبت. ايوا دابا نكملوا الكاطو ديالنا يا اختي ونشربوا القهوه وحنا خدامين. كاطو زوينه يا قوت، بصحتك يا ماما. هنا كملت في العشية، مشيت عند اختي لقيتها دايره الحريره، شربنا معاهم الحريره وجلسنا تفرجنا معاهم شويه. فعاد الطريق الحريره حامضه زوينه، كتبت الجماعه بصحتكم وراحتكم. المهم قلت نبارطاجي معاكم كل شيء، حتى حاجه ما نخبيها عليكم. ها انتم كيف ما كتشوفوا شوفوا الحريره، كنت باغا البغرير ناكلو معاها ساقيتها دايره الحريره. شكون اللي فايت فيكم جرب هاد القضيه؟ المهم خلي ليا بيستاج. صباح النور عليكم، كي صبحتو مزيان؟ هضرتي النهار الثاني كيف ما كتشوفوا. اول حاجه غنبدا بها البنات هي اني غادي ندير هاد الزيت لشعري، زوين صراحه. المهم لاحظت واحد شويه الفرق، ماشي بزاف، المهم تايبان لي النتيجه مزيان ونبارطاجيه معاكم. المهم والو مازال ما بارطاجيتش معاكم السميه ديالو، هذه صراحه كومونداتو ليا غير صاحبتي من انستغرام، من واحد الباج قالت لي زوينه. فصراحه شويه بدا كيبان لي الفرق ولكن ماشي بزاف، شعري ولا كيطيح لي بزاف مور الولاده.
نبداو ان شاء الله ندير هاد الزيت لشعري. هانتوما راه خويت غير شويه هنا، شوفوا هادي زوينه ديال شيئين فيها هنا التقيبات، كتبقاو هكذا تتمشطوا بها شعركم والزيت كيخرج. هانتوما كتبقاو تمشطوا بها شعركم والزيت كيخرج من هاد التقيبات. هانتوما ما عرفتش واش بانوا ليكم، كاين واحد التقيبات هنايا صافي. وهادي كديروا بها هكذا، كتقوميو بها وجهكم، تقوميو بها شتي كتجي هاد الباك زوين. تقدروا هانتوما راه سيليكون، تقدروا متعدد الاستعمالات. فهمتي هاد الفروه تاع الشعر ما كيوصلهاش، كتبغوا توصلوا ليه هذاك. نوريكم كيفاش نابليكي في شعر ياقوت. حيدي هذيك ماما، هانتوما بحال لا. دوري دوري ماما، دوري دوري ماما ياقوت. برافو، هانتوما كديري ليه بحال هكا. وليش هانت شوف شوفي الزيت، شوفي شوفي وطيني ديلو ان زوينه. الصباح تصبحي في الدار، توجدي فطورك على خاطرك، تفطري انت ووليداتك، ما كاينه لا خدمه لا والو، حق الويكاند ديال الحاجه الزوينه فيه. المهم انا كنوجد فطوري، غنشارك معكم فطور ديالنا، فطور بسيط مفطور ان شاء الله. وندوزو باش نديرو واحد غرو ميلانج ديال نحيدو حويجات الصيف، على نجبدو حويجات الصيف ونحيدو حويجات ديال البرد. قدو مسائلنا على اتساع على الصيف دخل البنات، كيف ما كتشوفوا الجو شويه بدا كيسخن هنا البنات. انا طريقتي كيف كتشوفوا كنشد اتاي ديال الشعر، كنشحرو مزيان في البراد، غير اتاي بلا سكر بلا والو. وعاد كناخذ هذا ديال الزاج كنحط فيه النعناع القيمه ديالو، وكنشد داك اتاي اللي تشحر نخوي هكذا على النعناع، تيجي غزال ما تتحرقش النعناع، تيجي واحد البنه ديال اتاي نيت. يا سلام، ايوا لا لا، نقلبوا نشقلبوا الكويز د اتاي، نفطروا ونوضوا نشوفوا شنو تابعنا. دابا كيف ما كتشوفوا جبدت الحويجات كاملين هنايا، نجبد الماريو، غنحيد الحويجات البيجامات الحويجات ديال البرد، وغادي نقاد بلاصتو حويجات ديال الصيف. بصراحه مكرهش شي ماريو ندير فيه حويج الصيف وماريو ندير فيه حويج الشتاء، ونيفيد هاد المرحله ولكن حاليا مهم. ان شاء الله نتمنوا مع المده نلقاو شي حل لهاد القضيه، ما بقاش قلب شقلب حويج البرد جبديهم جبدي حويج الشتاء، كل حاجه تبقى في بلايصتها. يكفي انك تمشيهم اللي غتصبن تصبن اللي غتقاد. وهنا ندير واحد المسحه خفيفه لهاد البلاكا، هاد الكومون ديال المكياج و لي زاكسسوار داكشي ما عارفين ولا ما عارفينش. كيولي صراحه زعما كيبقي الاهتمام تقريبا كل ساعه تمسحوه تنفوسينا كيولي نقول شي بصح كنمسحو غير ديال العجل. غادي نمسح مزيان هاد الخشب كيف ما كتشوفوا. المهم هنا انا كنقاد، هنا غادي ندير، هنا درت في هذه فوق الملابس الداخليه، هنا غندير الطقيشرات، غادي ندير فيها سليبات، وغادا بحال هكا ان شاء الله حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. نتوما ملي كتشوف على الحويجات راه كتوقف هكا، كيجيو زوينين هاد المنظمات ديال شيئين البنات. ايوا انا كملت. المهم هنا درت سليبات، هنا درت قيشرات، هنا درت لي ديباردو، وهنا درت اللعيبات تاع لاصال، تيشيرتات والشويرطات. نتهلاو يا اختي في مول الدار حتى هو نديرو ليه لي رونجمون، مشى على العيله اللي كينظموا حتى الرجال. المهم اللي كيسولوني ما كنجاوبكمش، اختوما انتوما اختي فاش حاصله، انتوما راني كنقاد في الحوايج، راني مرونه، وخلولي اختي شويه تاع الوقت نجاوبكم على لي كوموند. عطوني فرصه اليوم اختي، حتى الليل وانا نجاوبكم ولا غدا ان شاء الله.
كيف ما كتشوفوا قديت هنا هادو ديال الفولارات، هنا درت لي الفولارات لي اوني والوردات لي امبريمي هكذا فيهم لي كولور. المهم قديت كل حاجه بليصتها. وهنا قديت الحويجات ديال الصيف، حيدنا الحويجات ديال الشتا. المهم بداو راسف بدا يدخل، نبدلو لا روتين صيفي هذا كيف ما كتشوفوا قوي مجاد. نقادو مسائلنا هكذا، نبغوا حويجاتنا في الصباح للخدمه، بقى كل حاجه مقاده دغيا تجبدوها وتلبسوها تستغلوا الوقت. دابا صافي البرد حيدنا حويجو كيف ما كتشوفوا، حويجات الصيف راه صراحه منعشه، كتلقاو لي كولور فين تختاركم حتى الشهيه انكم تلبسوا، البرد راكم عارفينه. ايوا هذا مكان صراحه كاينين قوي بجد زوينين، في شيئين خديت منهم ان شاء الله نقدر نبارطاجيهم معاكم. فيما نلبس هكا شي لبسه نشاركها معاكم. كاينين دي شوميز فنين وحتى لو بري زوين صراحه، وجربت حتى لا كاليتي مهم زوينين. دابا نعطيكم لي كود ديالهم. وهنا رجعت الحويجات ديال الشتا، لي مونطون لي فيست لي جاكيت اللور، باش هكذا نقاد كل حاجه بلايصتها. المهم انا مبقا مستمره معاكم نقاد كل حاجه بلايصتها باش نشارك معاكم الريزولتا فينال ان شاء الله. وهذا فيديو تحفيزي هكذا، اللي عندها شي حويجات ديال الصيف تنوض تجبدهم، طوي الحويجات تاع الشتا بصراحه راه كتجي صعيبه. وقت الشتا جبدي حويجات الشتا، وقت الصيف جبدي حويجات الصيف، ولكن ما عندنا ما نديرو، هذا الشيء اللي عطى الله. المهم نصبروا وصافي. هنا راني كنقاد لي ساك بصراحه، كنت باغا داك الرونجمون ديال البيم تاع لقيتهم ساله، وكنت باغا هكذا نغونجي في لي ساك ديالي. صافي معديه بهذا. انتما بالنسبه لهاد لاستيس البنات، انتما عمرتو انا بهاد الكريم ديال هذا، كتهزو معاكم هكذا في الصاك، هانتوما كيتسد بحال هكا ياك، ديرو كوب كيخرج ليكم، كتاخذوا الكميه اللي بغيتو تدهنوا بها. بغيت نبارطاجي معاكم هاد لي ديودورون زوينين صراحه، كناخذهم كتصيفطهم لي السيده نيت لي ف لي كتجي تصيفط لي شيئين. المهم زوينين ديال برا، هادو على شكل بوماد 48 ساعه، عندنا جوج، وحده ديالي وحده ديال راجلي، خلاص هادي معلمينها فيها السميه وهادي لا. المهم باش نعرفوا، وحتى هادي زوينه ديال بيم صراحه، ولكن هادي راه شي حاجه كتبقى نيت كدوم مده طويله. هذا ما كان. وهادو لي فيتامين ديال باليا صراحه ما كنستغناش عليهم، ديما كناخذهم، لا فيتامين سي، كالسيوم، مغنيسيوم. المهم زوينين واخا ما بقيتش كنجيبهم. المهم كيبغوا صراحه تجيبي كونسيتي كثيره على حساب لا داتو بيرومسيون داكشي، المهم ما بقيتش كنبغي ندخلهم بزاف. وهاد لا كريم ولكن انا راه كنعتمد عليهم بزاف، هذا ديال بوغ لي مان هو زوين. المهم كاينين شي حوايج كي قلت لكم، هادي اللي هنايا كيف كاينه هادي البنات كيف ما كتشوفوا، هادي بوغازي نتوما فيها بزاف ديال الزاغوم. كاين عندي هادي ديال الفرامبواز، كاينه هادي حتى هما ديال الباليا صراحه انا ما كنستغناش عليهم، واخا ما بقيتش كندخل الباليا كيف قلت لكم. ولكن انا راه كنستعملهم بكثره. المهم هذا ما صافي، هاد الدرج انا كملت منه، هذا مسك الطهاره زوين بزاف عنبر، نحط كل شيء دخلته هنايا، واللي بغيتها دونك كنلقى هاد لابارتي هكذا خاويه باش ما بقاش مشارجي ليا بزاف، راه كيف ما المهم لقات عامره بزاف كتبرزتكم. هنا درت داكشي ديال خليت هنا جوست لي بارفان، حتى اللي كنستعمل الاخرين حيدتهم، خليت غير شي حاجه. المهم هذه الخروج وهذه الشكل اليومي، هذه ديال راجلي، والاخرين حيدتهم من ناحيه فريمون الدراري ما كيخليوهمش لينا، كيبقاو يخسروهم لينا وبقاو يرشوا فيهم. المهم خليت غير شي حاجه قليله هنايا. وهذا معطر ديال البيت، هانتوما العود الابيض خطير، هذا فيه واحد زوين، واحد الريحه فيه. صافي كي قلت لكم الاستعمال اليومي، شفتي لاخر كلشي كيف قلت لكم لي بارفان الاخرين حيتهم من هنايا ومسحت هنا، درت هاد
مسحت من هنا باش تبقى خاوي. هكذا الا بغيت شي حاجه راه غنجبد من هنا ونحط هنا قريبه ليا. المهم ما يبقاش الدنيا مشارجي بزاف، ما كنحمش داك لا شارج بزاف، كيرون لكم الدنيا وما كيخليكمش فهمتي اليز. هكذا مزيان، اللي بغيتها غادي نجبدها من هنايا. وهادي ديال الزوج ديالي، وهادي كذلك مازال غادي نضرب جفيفيف هنايا وغادي نقاد المسائل. معايا هنا زوينه هذه الصدقات ليا ديال الزيت، في حقيقه اختي تمن شيئين خطيره البنات. ومن بعد التعب اختي خرجنا نتغداو على برا، ما وجدنا لا غدا لا والو، جوج شويه نبدلو لاغوتي الدراري يديرو، مشينا غير تما شراكين يدي. المهم درنا شويه ديال المشويات ونتغداو بصحه وراحه، نديرو ديال تلعبو ومن بعد نجيو. ودابا نختمو لا جورني ديالنا بدوش، نحيدو باختي العيا ديال النهار ديال السوسان ديال روينه، وتصبحوا في امان الله ان شاء الله، والى اللقاء ان شاء الله مع فلوق مقبل.